أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنما وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إلا بشر مثلنا وما
وإليه ترجعون.
وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من
وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون وجعلنا أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية
والشمس تجري لمستقر والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وللليل سابق وكل في فلك يسبحون لا الشمس وللليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق الله العظيم.